السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في واحد من فيديوهات سلسلة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وحديثنا اليوم بعنوان من الإعجاز العلمي في صفات الماء في القرآن الكريم، ومحتويات فيديو اليوم من ملخص لبحث أتممته في شهر يوليو من عام 2012 عن الماء في القرآن الكريم، وأرسلته آنذاك لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن بدولة الكويت. وحديثنا اليوم عن وظائف معجزة في أجسامنا مخالفة للطبيعة. صفات الماء التي وردت في القرآن الكريم. أول صفة للماء في القرآن الكريم وصف صديد، لقوله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. عندما يستغيث ويطلب شرب الماء يغاث بماء صديد مثل الصديد، والعياذ بالله. والوصف الثاني كالمهل، لقوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الظالمين سيكونوا في نار جهنم محيطة بهم، وعندما يستغيثون من النار يغاثوا بماء كالمهل يشوي وجوههم بئس الشراب وساءت مرتفقا. والصفة الثالثة غور، لقوله تعالى: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يصبح الماء الذي كان على سطح الأرض غائرا في عمق الأرض، لا يستطيع طالب الماء أن يصل إليه لأن الماء غائر في عمق الأرض. وآية أخرى للماء الغائر في الأرض، قوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا أصبح الماء غائرا، من ذا الذي يستطيع أن يأتيكم بماء معين؟ ماء طيب. والصفة الرابعة ماء طهور، لقوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة الله، وينزل الله بعد الرياح أو بسبب الرياح أو بمساعدة الرياح، ينزل الله من السماء ماء طهورا، ماء نقي. الوصف الخامس ماء عذب فرات، لقوله تعالى:
وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الله جعل هذا البحر به ماء عذب فرات، وذاك البحر به ملح ماء ملح أجاج، وهذا ملاصق لهذا، ولكن الله جعل بينهما برزخ وحجر محجور، جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، بحيث لا يطغى الماء العذب الفرات في هذا البحر على الماء الملح الأجاج في البحر الثاني، ولا يطغى الملح الأجاج ماء الملح الأجاج على ماء العذب الفرات، مع أن البحرين متلاصقين. مرج البحرين، مرجهما، وفي هذا إعجاز من خلق الله سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذا وصف فرات، جزء من عذب فرات، فوضع هذا الوصف مع ذاك في الصفة الخامسة. الصفة السادسة ملح أجاج، لقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا يستوي البحر الماء فيه عذب فرات مع البحر الآخر الماء فيه ملح أجاج، لأن الماء العذب فرات سائغ شرابه، أما ماء البحر الذي الماء فيه ملح أجاج ليس سائغا للشراب. ولكن من البحرين العذب والملح نأكل لحما طريا، صيد الأحياء البحرية، الأسماك والحيوانات البحرية، ونستخرج حلية اللؤلؤ مثلا، حلية نلبسه، ونستفيد من البحرين العذب الفرات والملح الأجاج بأننا نسير فيه الفلك لنبتغي من فضل الله لنقل الناس ونقل المتاع، لعلنا نشكر الله. ولقوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا الوصف هنا أجاج، ليس ملح أجاج مثل هذا فرات وهذا عذب فرات، هذا أجاج وذاك ملح أجاج، ووضعنا الصفات مع بعضها في تحت عنوان واحد. الصفة السابعة ماء مهين، لقوله تعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. سلالة الإنسان في التناسل، سلالة من ماء مهين، ليس من ماء مهين فقط، سلالة منتقاه من الماء المهين لخلق الإنسان. ولقوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. الله خلقنا من ماء مهين، الماء المهين الإنسان يخلق من سلالة الأب والأم، فالماء المهين في الأب هو الذي يدفع الحيوانات المنوية في القاذ، والماء المهين في الأنثى في الأم
يأتي من وجود البويضة في المبيض داخل كيس به ماء، وعند نضج البويضة ينفجر الكيس ويدفع بالبويضة باتجاه قناة الرحم. هذا المبيض شهر، والمبيض الآخر في الجانب الآخر شهر ثاني، وفي هذا إعجاز. ماء مهين يدفع بالبويضة في المرأة، والماء المهين يدفع بالحيوانات المنوية في الرجل. ثامنا، ماء غير آس، لقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. الجنة التي وعد الله بها المتقين فيها أنهار من ماء غير آس، ماء طاهر، ماء نظيف، ماء سائغ للشرب، ليس كمثله ماء في الدنيا، ماء متحرك ليس راكد. الصفة التاسعة، ماء حميم، لقوله تعالى: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. للخالدين في النار عندما يطلبوا الماء ليشربوا يسقون من ماء حميم يقطع أمعاءهم والعياذ بالله. هذه صفة من الماء. الصفة العاشرة، ماء مبارك، لقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله ينزل من السماء ماء فيه بركة مبارك، فينبت به جنات على الأرض وحبوب ومأكولات وفوائد للإنسان وللحيوان وللنبات. أيضا الماء هو أساس الحياة على الأرض. والصفة الحادية عشرة، ماء منهمر، لقوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتح الله أبواب السماء بماء منهمر، ماء من السماء مطر، وفجر الأرض عيونا في الأرض تخرج ماء من الأرض، فالتقى الماء الذي نزل من السماء مع الماء الذي نبع من الأرض من العيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا نازل وذلك صاعد ليلتقوا معا لعقاب قوم نوح، فأغرقهم الله بالماء. فهذا هو الماء المنهمر الذي ينزل بشدة ويخرج من العيون بشدة بكثافة، فأغرق الأرض وقضى على قوم نوح. ثاني عشر، ماء مسكوب، وماء مسكوب يسكب مسكوب. وصف: الوصف الثالث عشر، ماء معين، لقوله تعالى:
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله ينبهنا إن أصبح ماؤنا غورا غائر في الأرض لا نستطيع له طلب، فمن ذا الذي يأتينا بماء معين، ماء طيب، ماء للحياة؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله. والوصف الرابع عشر ماء غدق، لقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقام الناس على الطريقة التي حددها الله وحددها الأنبياء والرسل لهم لأسقاهم الله ماء غدق، غدق يعني كاف وزيادة. الوصف الخامس عشر سجاج، لقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزل الله من المعصرات ماء ثجاجا. الثجاج هو المندفع بتتالي دفع شديد، الثج ثجاج مثل الثلج في الحج، ماء نازل بشدة ومندفع، ومندفع دفعا متتاليا ليصطدم بالأرض. الوصف السادس عشر ماء دافق، لقوله تعالى: خلق من ماء دافق، في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وفي هذا وصف لبداية الخلق، حياة، ماء دافق، ماء دافق في المرأة وماء دافق في الرجل كما سيتضح بالتالي. وبالتدبر في هذه الآيات الكريمة فإننا نستخلص النتائج التالية: أن وصف الماء في القرآن الكريم ورد في 21 موضعا في 14 سورة، هي سور إبراهيم، الكهف، الفرقان، السجدة، فاطر، محمد، قاف، القمر، الواقعة، الملك، الجن، المرسلات، النبأ والطارق. وجدير بالذكر أن أول وصف للماء بالقرآن الكريم ورد بسورة إبراهيم، وهي السورة رقم 14 في ترتيب المصحف الشريف، وهذا الرقم 14 يساوي مجموع عدد السور التي ورد بها وصف للماء بالقرآن الكريم، وفي هذا إعجاز عددي في القرآن الكريم. كما أن عدد أوصاف الماء بالقرآن الكريم 16 وصفا في 14 سورة المشار إليها. وقد تكررت بعض الأوصاف للماء بالقرآن الكريم في 4 مواضع ب3 سور، هي وصف غور في سورتي الكهف، السورة رقم 18 في المصحف، والملك، السورة رقم 67 بالمصحف. ووصف عذب فرات وملح أجاج في سورتي الفرقان، السورة رقم 25 والسورة رقم 35، هي سورة فاطر. ووصف
مهين تكرر في سورتي السجدة رقم السورة 32 وسورة المرسلات وهي السورة رقم 77 في المصحف الشريف. ومن وجه الإعجاز العددي فإن فارق ترتيب السور التي وردت بها الأوصاف المكررة للماء والتي وردت لأول مرة بالمصحف الشريف هو دائما رقم 7، وهو الفرق بين ترتيب سورة الكهف رقم 18 ثم سورة الفرقان رقم 25 إضافة 7 إلى 18 ثم سورة السجدة رقم 32 بإضافة 7 إلى سورة الفرقان رقم 25. وفي هذا إعجاز عددي وترتيب في ترتيب آيات المصحف التي فيها الماء. ومن الواضح أن أوصاف الماء في القرآن الكريم وردت في 4 مجموعات من الصفات، هي المجموعة الأولى ورد فيها وصف الماء تشبيها بشيء ما مثل صديد في سورة إبراهيم رقم 14 أو كالمهل كما في سورة الكهف رقم 18. والمجموعة الثانية وصف الماء بصيغة المفعول به أو حسب الصفات الطبيعية للماء مثل طهور في سورة الفرقان رقم 25، عذب فرات في سورتي الفرقان رقم 25 وفاطر رقم 35، ملح أجاج في سورتي الفرقان رقم 25 وفاطر رقم 35، ومهين في سورة السجدة رقم 32، وغير آس في سورة محمد رقم 47، ومبارك في سورة قاف رقم 50. المجموعة الثالثة وصف الماء طبقا لسهولة أو صعوبة الحصول عليه أو سهولة أو صعوبة استخدام الماء مثل منهمر كما في سورة القمر رقم 54، مسكوب في سورة الواقعة رقم 56، أجاج في سورة الواقعة رقم 56، غور في سورة الملك رقم 67، معين في سورة الملك رقم 67، وفرات في سورة المرسلات رقم 77. المجموعة الرابعة وصف فيها الماء بصيغة الفاعل مثل ثجاج في سورة النبأ رقم 78، ودافق في سورة الطارق رقم 86 على النحو التالي، قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. في هذه الآية أنزل الله من المعصرات ماء ثجاجا، لماذا؟ الثجاج هو المندفع بشدة بتتالي ليخرج الله به حبا ونباتا، فالماء الثجاج جعل لإحياء النبات، لزرع النبات، لنخرج به، يخرج الله به حبا ونبات وجنات ألفافا. فالثجاج على وزن فعال مع التشديد، فعال في خلق النبات.
وفي قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كان الماء الثجاج سببا في جعل أن يجعل الله به خلق النبات. أما هذه الآيات فهي في خلق الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل الذي يدفع الحيوانات المنوية، وماء المرأة التي تدفع البويضة من كيس المبيض إلى قناة الرحم. يخرج الماء هذا دافق على وزن فاعل، فالفاعل في خلق الإنسان على وزن فاعل في خلق الإنسان، والثجاج على وزن فعال في خلق النبات. وهذا بصفة الفاعل، ما وصف بصفة الفعل جاء في موضعين: في الماء الثجاج في خلق النبات، والماء الدافق في خلق الإنسان. وهل الماء يخرج من الصلب؟ لا. هل يخرج من الرجل فقط؟ لا، خلق الإنسان يخرج من الرجل والمرأة، من حيوان منوي مع بويضة، البويضة من الأنثى والحيوان المنوي من الرجل. فالماء الدافق من الكيس الذي في المبيض، وعند نضوج البويضة ينفجر الكيس ويدفع البويضة في اتجاه قناة الرحم. والرجل عند الجماع يحدث القذف، قذف الحيوانات المنوية، المني الذي يحمل الحيوانات المنوية اتجاه عنق الرحم. أما يخرج هذا الماء، وصف الماء الدافق، فماذا عن يخرج من بين الصلب والترائب؟ هو لا يخرج من الصلب ولا يخرج من الترائب، من بين الصلب والترائب. فما هو الصلب وما هي الترائب؟ الصلب هو العمود الفقري، والترائب هي الضلوع. فالزاوية بين العمود الفقري والضلوع عن اليمين وعن اليسار كان بداية خلق الخصية في الذكر والمبيض في الأنثى في هذا الموضع من بين الصلب والترائب. ثم تحرك المبيض لينزل إلى الحوض عن يمين ويسار قناتي الرحم اليمنى واليسرى. أما الخصية فتنزل لتستقر في كيس الصفن خارج البطن والحوض. فبداية الماء الذي يخرج من الخصية دافعا للحيوانات المنوية، والماء الدافق للبويضة الذي يدفع البويضة من المبيض، كان أصله، أصل إنشاؤه، كان مكانه الأصلي في الموضع في الزاوية بين العمود الفقري والضلوع عن اليمين وعن اليسار. فهذا يخرج من بين الصلب والترائب، وفي هذا إعجاز في القرآن الكريم. ومن الإعجاز في هذا الشأن أن هذه المجموعات الأربع من صفات الماء في القرآن الكريم قد وردت متتالية بالمصحف الشريف دون تداخل بين المجموعات، حيث وردت صفات المجموعة الأولى في أول المصحف الشريف وحتى السورة رقم 18 من سور المصحف القرآن الكريم. ثم تلت صفات المجموعة الثانية في السور أرقام 25 إلى رقم 50. ثم تلتها صفات المجموعة الثالثة
في السور أرقام 54 حتى 77. ثم تلتها صفات المجموعة الرابعة في السور أرقام 78 حتى 86، وفي هذا إعجاز، فسبحان الله رب العالمين. ومن الجدير بالذكر أنه قد تكرر وصف الماء بأنه غور بكل من سورة الكهف رقم 18 وسورة الملك رقم 67، وهذا الوصف يتمشى مع صفات المجموعة الثالثة ولا يتمشى مع صفات المجموعة الأولى، وبناء على ذلك فإنه يجب إغفال موضع تكرار هذا الوصف الوارد بسورة الكهف مع الاكتفاء به بموضعه بسورة الملك. كما أنه قد ورد وصف الماء بأنه مهين بكل من سورة السجدة رقم 32 وسورة المرسلات رقم 77، وهذا الوصف يتمشى مع صفات المجموعة الثانية ولا يتمشى مع صفات المجموعة الثالثة، وبناء على ذلك فإنه يجب إغفال هذا الوصف الذي ورد مكررا في سورة المرسلات مع الاكتفاء به بموضعه بسورة السجدة. إن اكتشاف هذه الحقائق وبيانها للناس كافة يقوي إيمان المؤمنين ويساعد المنصفين من غير المسلمين في الدخول في الإسلام ويدحض حجج الكافرين والمنافقين والملحدين. فسبحان الله الذي أنزل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أدعو حضراتكم مشكورين للاشتراك بهذه القناة لتيسير الدخول على موقعها ومشاهدة محتوياتها واختيار ما يناسبكم منها والاستفادة بما فيها وإفادة غيركم بما فيها، ويسعدني ويشرفني أن أخبركم أن عدد مشاهدات محتويات هذه القناة في وقت إعداد هذا الفيديو قد وصل إلى 312,951 مشاهدة، ويسعدني ويشرفني أن أخبركم برابط هذه القناة على اليوتيوب لتيسير دخولكم وغيركم للقناة ومشاهدة محتوياتها والاستفادة لكم ولغيركم بما فيها لنوال الأجر من الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فقد شبه الله لنا الكلمة الطيبة بشجرة طيبة، أصل الشجرة في الأرض ثابت وفروعها ممتدة في عنان السماء، تؤتي أكلها كل حين دائما بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمن استفاد من كلمة طيبة وأفاد بها غير فهذه الفائدة لها ثواب عند الله عز وجل. فمن شارك كلمة طيبة مع فرد أو أفراد وكل من هؤلاء الأفراد شاركها مع غيره ومع غيره في أجيال متتالية
حتى بعد وفاة من شاركها، فسينال الجميع أجر نشر الكلمة الطيبة. وهذه أدعو حضراتكم لتستفيدوا بالثواب من عند الله في نشر الكلمات الطيبة التي ترونها في حياتكم ابتغاء مرضات الله، من حيث الأمر بالتذكير وبنفع المؤمنين. بارك الله فيكم وجعلكم من الطيبين الطائعين لله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلنقبل على نشر الكلمة الطيبة ليكون لنا أجرها وأجر من عمل بها من بعدنا، لا ينقص ذلك من أجور الجميع شيئا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله أن يوفقني وإياكم لنشر الكلمة الطيبة لتكون ذخرا لنا في حياتنا الدنيا، وكصدقة جارية وعلم ينتفع به في حياتنا ومن بعد مماتنا مستمرة ما شاء الله أن تستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.